السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنجمع 3 units مع بعض للصف الثاني الإعدادي منهج نيو هلو. هنجمع unit 1 2 3 هنشرح فيهم أو هنراجع الجرامر وأهم الكلمات والمواقف أو الكلمات خصوصا اللي بتيجي في الوحدة دي في كل وحدة unit 1 و 2 و 3، وبعد كده هنحل عليهم إن شاء الله عشان يبقى ضمنتوا ال 3 units بأمر الله. لو أول مرة بقى بتشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا أي فيديو بنقدمه. وليتس ستارت. أول حاجة قلنا هنراجع أول زمن عندنا هو الـ Simple Present أو المضارع البسيط. بنعرفه منين أي زمن؟ بنعرفه من الفعل. بنعرفه منين؟ من الفعل. زي مثلا I play football، أنا ألعب كرة القدم. عرفت منين أني سمعت أو قلت أنا ألعب مش أنا لعبت؟ مثلا I play من الفعل في الجملة، هو ده اللي بيعرفني الزمن. الفعل في زمن المضارع يا فاضي يا اس. الفعل في زمن المضارع يا فاضي يا اس. طبعا في اس او اي اس او اي اي اس، بس مع مين؟ مع الفاعل السنجل او المفرد اللي هو هي وشي وات. واي اسم مفرد يا سيف بيبقى الفعل معاهم في اس او اي اس. يعني مثلا هقول هي بلايز، هي بلايز، مش هقول مثلا هي بلاي واسكت. هي وشي وات بنحط للفعل اس، اللي ما كانش حاضر يركز معايا. يبقى الفعل يا فاضي يا اس. طيب بننفيه ازاي الزمن ده؟ عايز اقول بقى انا ما بلعبش كرة قدم، اصلا ما بحبش الكورة، فانا ما بلعبش، فهستخدم ايه؟ excellent. بستخدم don't or doesn't. don't or doesn't يعني هقول don't طبعا مع I والجمع. I don't play ولا plays؟ play. الفعل without any add، من غير اي اضافات. I don't play. طب لو قلت he وshe وat بلايز، هقول ايه؟ she مثلا doesn't، doesn't هي لا، she doesn't play or plays play without any add. يبقى اذا اللي استشفيته ان بعد don't او doesn't الفعل بيجي في المصدر بدون اي اضافات. طيب النيجاتيف بقى، النفي بتاعنا هننفي. خلاص احنا قلنا النفي، سوري. السؤال هسأل بقى، عايز اقول مثلا، ركزوا قوي في الحتة دي، عايز اقول مثلا انت بتحب المحشي؟ بتحب المحشي دي بقى نقولها ازاي بالانجلش؟ بستخدم do or does. بستخدم ايه؟ do or does معناها هل، معناها ايه؟ هل. بس في زمن المضارع. في زمن ايه؟ مضارع. في زمن المضارع البسيط، عشان شويه كده وهنشرح زمن ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. طيب هنسال، قلنا do or does، تعالوا نقول كده مثلا do. do ايه؟ you. ينفع اقول do he؟ already لا. فهقول ايه؟ do you eat محشي مثلا؟ ولا هزعل؟ do you eat محشي؟ طب انت بتاكل محشي؟ هل بتحبه؟ يعني do you eat بتاكله؟ هقول yes. طب هقول yes ايه؟ yes I do. ينفع اقول you؟ yes I do. yes I do. هعمل says وهعمل must و you هتنزل I. طب لو عايز اقول no، No, I don't. No, I don't. يبقى yes I do أو no I don't. طب لو عايز أقول هل هي، هل هي مثلا تنام بدري؟ Does she. يبقى does she. مليني كده يا رضا. Does she. هل هي تنام بدري؟ Sleep early. يبقى does she sleep early. هل هي تنام بدري؟ لو هي فعلا بتنام بدري هقول yes she does، هعمل برضو مقص. لو هي no هقول no she doesn't. okay. طيب الكيوردز دي او الكلمات الدالة والمهمة جدا، عشان دي هي اللي بتيجي دايما في الامتحان والاسئلة بتيجي عليه. طيب ايه هما بقى الكيوردز بتاعت present simple؟ usually always sometimes never often never. يبقى نقول ايه بقى؟ تعالوا نحفظهم زي ما احنا واخدينهم. always never always never sometimes usually sometimes usually never every never every لو او seldom او rarely نادرا. every يعني كل، every day every month every week every morning كل صباح. تمام. الكلمات الدالة دي بقى موقعها فين في الجملة؟ اول حاجه لازم تيجي بعد الفاعل. برافو يا رضوى. يعني مثلا اقول ايه؟ I usually work
in a group مثلا معناها ايه I usually انا عادة work اعمل in a group في group طيب usually جت فين بعد I جت فين بعد الفاعل او بعد verb to be وهي دي التركية اللي بتسأل عليها في الامتحان طيب برضو كمان من ضمن الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات بيحط لك خط تحت usually work ويكتبها لك مثلا work usually هيقول لك صحح الخطأ correct بقى هنقول ايه usually work طيب حاجة تاني مثلا هنقول she speaks often she speak often English ويحط لنا خط بقى تحت ايه speak often هيقول ايه هنقول ايه مثلا هنقول ايه yes she often speak ولا she often speaks هنحط للفعل اس مع هي وشي وات واي اسم مفرد ركز في التركية دي يبقى هتبقى often she often speaks وقلنا النفي بتاعه don't or doesn't السؤال do او does طب لو عايز اسال من غير do او does مش عايز اسال بهل عايز اقول مثلا ايه ماذا تذهب او اين تذهب او ماذا تاكل بتاكل ايه يبقى هقول ايه اداه الاستفهام قبل الترتيب ده يعني انا الاول احفظ الترتيب ده do وفاعل والفعل في المصدر does وفاعل اللي هو هي او شي او ات وفعل في المصدر هقول قبليهم يا سيف اداه الاستفهام زي مثلا what يبقى what do you eat هقول مثلا where does she sleep هي بتنام فين بدري هقول مثلا اكيد in her bedroom طيب ايه الكلمات المهمه قوي في اليونت ده اول حاجه text my friend فاكرينها text my friend يعني اراسل اصدقائي اقول ايه I text my friend الدرس اوريدي بيتكلم عن الديلي روتين ديلي روتين روتيني اليومي ديلي روتين روتيني اليومي نفس الشيء is the same نفس الشيء is the same every day كل يوم every day كل يوم كمان في ايه ممكن نقول مثلا الكلمات المهمه feed يعني يطعم feed the chickens feed the chickens يعني يطعم الدجاج او يطعم the goats مثلا يطعم المعيز تمام يبقى الكلمات دي كمان ايه من الكلمات المهمه تعالوا نشوفها كده في الكتاب attractive تعالوا نكتبهم يبقى feed يطعم attractive يعني ايه attractive يا اولاد جذاب برافو يا رجل اتراكتيف جذاب يعني معناها ان هو دي حاجه اتراكتيف قوي ان هي بتجذبني ان انا اشوف مثلا سمول او كده ان انا اشوف اشياء يا سيف طيب لو عايزه اقول مثلا دي حاجه فظيعه جدا هقول ايه تيربل فظيع يعني تيربل عكس جذاب اتراكتيف انما عكسها تيربل فظيع تيربل تيربل يعني فظيع طيب ايه كمان خدنا armchair armchair اللي هو الكرسي بالمسند زي كرسي الانتري كده في البيت عندكم armchair كمان من الكلمات المهمه جدا fasten fasten يعني hold fasten طيب ايه تاني من الكلمات المهمه curtains ودي مهمه جدا curtains عشان دايما بيجي عليها اسئله كتير جدا curtains يعني ستاير وبيجي دايما عليها في التشوز ان هي keep out the lights keep out the lights يعني تحجب الضوء هقول لكم بيج هو في كتاب المعاصر طبعا هي دي في كل الكتب ولكن انا بشتغل من كتاب المعاصر بيج 66 قلنا الكيرتنز الستاير وكمان الكاربت كاربت يعني السجاده كاربت كاربت سجاده ميرور 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 اللي هي المرايه بنقول دايما في التشوز بيجي لنا اسئله look at yourself بتبص لنفسك فين in the mirror في المراه طيب read on the sofa فاكرين we read on the sofa واحنا احنا نقرا كمان من الكلمات المهمه wardrobe اللي هو الدولاب او الخزانه wardrobe lamp اللي هي اللمبة طبعا ممكن نقول above the table او on the table على الترابيزة طيب كمان ظروف التكرار يا ولاد من الاسئلة المهمة جدا اللي بتيجي او الاجابتها ظروف التكرار اللي هم always و sometimes و usually و never how often معناها كم مرة how often
كم مرة. وهقول مثلا do أو does على حسب بقى الفعل اللي جاي بعديها. هقول مثلا how often do you, how often does she. ركزوا قوي في ترتيب الجملة أو ترتيب السؤال بمعنى صح. How often do you play مثلا tennis؟ كم مرة بتلعب تنس؟ أقول إيه؟ I always play tennis in the club. أو مثلا I usually play tennis. I sometimes play tennis. يبقى I never play tennis. خلاص عمري ما بلعب عشان أريحكم كلكم. مش هنلعب تنس. نركز قوي في تكوين السؤال. How often, كم مرة do you أو does he أو does she, ونقول الفعل في المصدر. أوعى ننسى. Don't or doesn't, do or does, لازم يبقى الفعل في المصدر. ماشي. كمان عندي من الكلمات المهمة chest of drawer. chest of drawer خزانة ذات الأدراج. yes, chest of drawer يعني اللي هو الدولاب اللي هو بالخزانة اللي فيه أدراج ده. طيب قلنا how often, نسأل عليها أو نجاوب عنها لما حد يقول لي how often, نجاوب عنها ونقول مثلا I usually play مثلا tennis, I always. لازم أجاوب بظروف التكرار, وما ننساش ظروف التكرار بتيجي بعد الفاعل مباشرة أو بتيجي بعد the verb to be. يعني أقول مثلا I always am busy, والله I am always busy. I am always busy, لازم بعد verb to be. طب هقول مثلا he is sometimes ولا he sometimes is. هنقول بعد verb to be, يبقى usually sometimes. أي ظروف تكرار بتيجي بعد verb to be. لو فعل عادي مش am أو is or, يبقى بتيجي بعد الفاعل مباشرة. دي كانت كل الكلمات وكمان الجرامر. ندخل بقى على unit 2, ودي كانت أهم الكلمات بتاعت unit 2 كلها طبعا. مجمعين أهم الكلمات, زي مثلا call center worker. call center worker الاتصالات. call center worker. computer engineer مهندس حسابات. شاطرين قوي في العربي ما شاء الله, انما الانجليش مش computer computer engineer. police officer ضابط شرطة. street food seller. الكلمه دي مهمه جدا. street food seller اللي هو البائع بتاع الاطعمه, مش اللي هو عنده كشك. طب الكشك بتاع الطعام ده مثلا زي عربيه الفول كده, ده اسمه ايه؟ اسمه food stall. اسمه ايه؟ food stall. ward ward يعني عنبر او جناح في مستشفى. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين ward؟ ward كلمه اللي هي بالr, انتوا طبعا بتقولوا ward. word طبعا غلط. أيوة. word كلمة, أما word اللي هي بالإيه دي جناح في مستشفى. النطق بيغير معنى الكلمة خالص. calligraphy برضو دي مهمة جدا, اسمها فن الخط. calligraphy. sign language اللي هي لغة الإشارة. ونيجي بقى ناخد منها كلمة deaf, ودي برضو بتيجي في التشوز كتير قوي في الامتحانات. deaf اللي هو can't hear, مش بيسمع. فبنعمل له ايه؟ communicate with sign language. communicate with sign language. ايوه كده. يلا يبقى deaf معناها اصم. ركز يا سيف. deaf معناها اصم. اصم يعني ايه؟ يعني can't hear. deaf يعني ايه؟ deaf يعني ايه؟ can't hear. deaf يعني ايه؟ can't hear. communicate with a sign language. communicate يعني يتواصل مع الاخرين. communicate with a sign language. suing يعني الخياطة. sue لوحدها من غير ing يعني خيط. suing يعني خياطة. طيب sewing machine ماكينة الخياطة, المكنة نفسها اسمها sewing machine. foreground, فاكرين السؤال لما كنا بناخد سيلفي اللي هي take selfie. foreground المقدمة. background الخلفية. كمان عندنا teenager اللي هو المراهق, معناها teenager برضو بتيجي كتير في اللي choose. نقول مثلا ايه she is او he is 15 years old, يبقى he is teenager مراهقة. friendly يعني حبوب كده. دي طبعا الصفات. normal يعني طبيعي. كمان grateful يعني ممتن. لما أقولك I'm grateful for you, لما ممتن قوي ليكي. empathy يعني العاطفة أو التعاطف. نيجي بقى منها لحاجة مهمة جدا, إزاي تكلم حد في المواقف. لما نقول مثلا أو لما نسمع برضو بتيجي في التشوز إني my friend is ill, صديقي مريض جدا. هقوله إيه؟ I'm sorry to hear that يعني أسف لسماع ذلك. نكتبها عشان دي مهمة جدا. I'm sorry to hear that. لما اجي عايزة اقول لحد empathy my friend اللي هو تعاطف مع صديقك, I'm sorry to hear that.
طيب كمان لو عايزه اقول مثلا لحد ودنج، ودنج يعني فرح، حفل زفاف ودنج. طب لو عايزه اقول مثلا ان في فرح صديقي مثلا، او my friend got married، got married يعني اتجوزت، فهقول لها ايه؟ congratulations. برضو الكلمه دي مهمه جدا، congrats you. بصوا هي على قد ما هي طويله بس سهله، congrats you ladies، congratulations يعني تهانينا. طيب دلوقتي بقى احنا دي معظم الكلمات او الكلمات المهمه في يونت 2. جرامر يونت 2 بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن البريزنت سامبل تاني والبريزنت كونتينوس والفرق بينهم، ذا ديفرنس بتوين سامبل بريزنت اند كونتينوس او بروجريس سامبل. طيب دلوقتي بقى احنا شرحنا المضارع البسيط، المضارع المستمر بقى ده اللي هو بيتكون من ايه؟ الفعل بتاعه بيتكون من ايه؟ بيتكون من ام او is او ار، طبعا هنا في subject، هنا في فاعل، plus ال verb plus ing. اياك الاقي حد، عشان دي مهمة جدا النقطة دي، ما ينفعش اقول verb في ing من غير ما احط am و is و are في الجملة. يعني مثلا لو انا قلت I am eating، معناها ايه I am eating؟ I'm eating يعني أنا باكل. I'm eating أنا باكل دلوقتي now. طب لو أنا شلت am ونسيتها في الاختيارات وكتبت I eating، معناها أنا الأكل خلاص على طول. يبقى eating الverb لما بتحط له ing بيتحول لنوم لاسم، فلازم عشان أعرفه أو الفرق ما بين الاسم وما بين الزمن لازم أحط am is are before the verb ing. أوكي؟ إيه الفرق بقى ما بينه؟ حد دلوقتي مثلا يقول لي I eat، أنا أكل، و I am eating، إيه الفرق بينهم؟ أنا أكل I eat ده السمبل بريزنت، ده المضارع اللي هو أنا بأكل، دي الطبيعة بتاعتي، الفاكت الحقيقة عني إن أنا بأكل، أنا مش إنسان ما بأكلش، أنا إنسان وبأكل. I eat أنا بأكل في العموم، أنا طبيعي بأكل مثلا إيه؟ I eat meat مثلا، أنا بأكل لحمة، دي هتبقى جملة صحيحة، ولكن في الفاكت في السمبل بريزنت في المضارع البسيط الحقيقة عني إني بأكل لحمة. في ناس فيجيتيريانز مثلا نباتية ما بتاكلش ولا لحمة ولا سمك ولا فراخ. أوكي؟ طيب لو دي ناس وحشة ما لناش دعوة. I am eating مثلا meat يعني أنا بأكل لحمة دلوقتي وأنا بتكلم. يبقى am أو is أو are plus the verb plus ing دي معناها إن حاجة بتحصل during the speaking أثناء الكلام. أما ال السمبل بريزنت أو المضارع البسيط دي حاجة بتحصل في العموم، habit or fact، عادة أو حقيقة. تمام؟ كمان خدنا في يونت 2 الصفات، إزاي نحول الصفات لحال. الصفة زي مثلا good شاطر أو جيد، fast سريع، ممكن أقول bad سيء، happy سعيد، كل دي صفات بتيجي بعد verb to be أو بتيجي قبل الاسم. مهم جدا بقى يا إياد، الصفة بتيجي قبل الاسم، الصفة بتيجي ايه؟ بتصف الاسم وتأتي قبله. يعني مثلا ايه؟ بلاش لغة عربية قوي، يعني اقول مثلا ايه؟ she is a beautiful girl، دي بنت جميلة، دي beautiful صفة، الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله. اما الحال بقى بيصف الفعل، يعني مثلا عايزة اقول ان البنت دي بتتكلم بجمال، هي جميلة دي صفاتها. طب عايز اقول ان هي بتتكلم بجمال، هقولها ازاي؟ هقول she speaks، هي تتحدث beautifully. beautifully هي beautiful الصفة وحط لها ly فبقت beautifully بجمال. يبقى هنا الحال اللي هو الصفة، الحال ده هو ايه؟ الادفرب ده هو adjective بإضافة ly ونحط لها ly بس بيصف الفعل، بيصف الايه؟ يعني مثلا اقول she او he is، معرفش مالي بشي، she is happy، yes she is happy، هي تكون سعيدة. عايز اقول بقى هي تضحك بسعادة، هقولها ازاي؟ she laugh أو laughs بقى إس عشان هنا she laughs happily بسعادة. يبقى كده يا إياد عشان أنت ما كنتش حاضر معايا في اليوم ده، يبقى الصفة عشان تبقى adverb بتتحول بنحط لها ly بس بتصف مين؟ بتصف الفعل، بتصف مين؟ الفعل اللي هو laugh. ماشي؟
أما الحال هو اللي بيصف الفعل، أما الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، الحال بيصف الفعل ويأتي بعده. طيب في صفة لما بتتحول لحال مش بنحط لها ال واي اللي هي الريجولار ادجكتيفز، الصفات الغير منتظمه زي مثلا جود. عايز اقول مثلا هي از جود ات انجلش، هو مثلا كويس قوي في الانجليش. عايز اقول بقى هو بيذاكر، ينفع اقول هو بيذاكر كويس ولا بيذاكر بجد او بطريقه كويسه؟ طيب جود بقى دي هتبقى ويل، ماشي، بطريقه جيده. جود بتتحول ل well. طيب عندي fast سريع، ما ينفعش اقول fastly. The horse مثلا runs fastly، لا هي fast. طب bad سيء، badly صح. طب ممكن كمان اقول ايه؟ worse يعني اسوأ او بطريقة سيئة، انما bad يعني سيء. طب hard صعب، كل دي من الصفات الشاذة، ماشي يا أكرم؟ hard صعب، هي كمان نقول hard. يعني مثلا مثال على hard دي، عايز أقول they work hard، هم بيشتغلوا جيد ولا بجد، ولا هم يعني هم بيشتغلوا صعب ولا هم بيشتغلوا بجد أو بصعوبة، فهم صعبين يعني بيشتغلوا بجد، فهقول إيه؟ hard، ما ينفعش أقول hardly. اوكي، يبقى اذا الصفه بتصف الاسم وتاتي قبله، اما الحال يصف الفعل وياتي بعده، والحال ده بيبقى الصفه هو الصفه باضافه ال واي، ما عدا الحاجات الشواذه اللي هي الصفات الشاذه. جود بتبقى ويل، ودي اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات. جود ويل، فاست ليت برضو دي تيجي في الامتحانات. ليت متاخر، ليت هي بتاخر او متاخرا. اوكي، دي كانت اكتر النقاط مهمه جدا ما ننساش. congratulations لو عايزه اهني حد، انما لو حد مريض هقول له I'm sorry to hear that، انا اسف لسماع ذلك. طيب هناخد بس اليونت 3 سريعا كده، كمان هو سهل جدا، وبعد كده نبتدي ان شاء الله نحل الامتحانات. ودلوقتي هننتقل ليونت 3 واخر يونت معانا، وهو بيتكلم عن الباست سيمبل، الماضي البسيط. خدنا البريزنت سيمبل اللي هو يا فاضي يا اس، وخدنا present continuous اللي هو am is are plus verb plus ing. ودلوقتي هناخد الماضي. بعرف منين الزمن من الماضي؟ قلنا الزمن بعرفه من الفعل بتاع الجملة. هقول مثلا played، اما اخره دي او شاذ يجب حفظه، زي مثلا play يبقى played بإضافة ed، visit يزور تبقى visited، work يعمل تبقى worked، cry يبكي تبقى cried، ساعتها بنشيل الواي ونحط ied، study يذاكر ساعتها برضو بشيل الواي وحط ied تبقى studied، معناها ان الفعل حدث وانتهى في الماضي، خلاص الامر ده خلص امبارح مثلا. طب الكلمات الدالة عليه اني لما اشوفها اختار الماضي ايه؟ yesterday last ago in the past، او مثلا ممكن اقول in و 2020 مثلا، او in 2001 يعني 2001. اي زمن او اي سنه في الماضي يعتبر، او اي سنه فاتت تعتبر ان ده ماضي، وانا اختار الماضي البسيط. yesterday اللي هي امس، last يعني ممكن اقول last month الشهر اللي فات، last week السنه الاسبوع اللي فات، last year السنه اللي فاتت، last sunday الحد اللي فات، ساعتها هقول الفعل اما اخره دي او شاذ يجب حفظه. ايه الافعال المهمه اللي دايما بقول ان حفظ الافعال اهم من حفظ الكلمات؟ زي مثلا فعل go يذهب الماضي بتاعه went، drink يشرب الماضي بتاعه drank شرب، eat ياكل الماضي ate، وقلنا نفتكرها بنمبر 8 ما نقولش at. كمان عندي ايه تاني غير ايه من الافعال الشاذة؟ read هي read، بنقول read في الماضي وread في المضارع. طيب حد بقى ذكي يقول لي اعرف منين بقى طالما هي؟ اولا هعرف من الكلمات الدالة، تاني حاجة بيجي لنا سؤال مهم جدا جدا في اللي تشوز، وده برضو يعرفك هختار ماضي ولا لا. هيقول لك مثلا where، طبعا بسأل بديد في المضارع، كنت بحط do او does بعد أداة الاستفهام. where did هي نقط أبوك، بوك اللي هو كتاب، وهقول بقى read
reads reading. هختار ايه؟ هختار ايه هنا؟ read. Where did he read a book؟ هختار read ولا reads؟ read. هختار read. اولا ليه؟ عشان ممكن. لو هنا do او does او did يبقى الفعل في المصدر. اوكي؟ طيب ممكن اقول حاجة تاني. جملة بقى. She not a book yesterday. هو قرأ كتاب امس. برضو هختار مثلا read reads reading. يلا read reads reading. هختار ايه في yesterday عشان هو قال لي هو في الماضي. read ولا reads ولا reading؟ read. ليه ما اخترتش reads عشان reads ده مضارع هعرفه لما يكون الفعل اس مع هي وشي وات واي اسم مفرد يا سيف. اوكي طيب من الماضي ده هاخد قاعده used to. يوز لوحدها معناها يستخدم. يوز معناها ايه؟ يستخدم. ركزوا معايا. يوز معناها يستخدم. طب لو قلت used to على بعض معناها اعتاد ان. used to اعتاد ان. ودايما بيجي وراها فعل في المصدر. دايما بيجي وراها ايه؟ فعل في المصدر. عايز اقول مثلا انا اتعودت انام بدري فهقول I used to sleep early. I used to play chess مثلا. ألعب شطرنج. أنا تعودت أني ألعب شطرنج. يبقى used to بيجي وراها فعل في المصدر ومعناها اتعودت أن مش معناها يستخدم. أوكي؟ طب لو عايزة فيها زي ما قلنا هنين في الماضي. إحنا قلنا نين في الماضي بإيه؟ بنين في الماضي بإيه؟ بديدنت. بنين في الماضي بديدنت. فهقول إيه؟ we مثلا didn't. ركزوا بقى معايا. هقول didn't played ولا هقول didn't didn't play. برافو يا فريدة. يبقى didn't play بعد didn't الفعل في المصدر بدون اي اضافات. اوكي تليفون مين ده؟ طب يلا كانسل على طول. يبقى we didn't play الفعل بعد didn't بيبقى في المصدر بالظبط زي خليكم معايا بالظبط زي قاعدة used to. يلا انفيلي كده يا فريدة قاعدة used to. انفيلي used to عايزة انفيها. هقول ايه؟ عايز اقول انا ما تعودتش فهقول ايه؟ I انفي بايه؟ الماضي بنفي بايه؟ yes didn't I didn't I didn't ايه بقى يا فريدة؟ used to ولا used to؟ احط الفعل اخره دي؟ لا هرجع الفعل الاصله. يبقى I didn't use to مثلا sleep early. انا ما تعودتش انام بدري زي جمانة كده. يبقى I didn't والفعل use to. طب لو السؤال بديد هقول مثلا ايه؟ did معناها هل. فهقول did he use to. يبقى ملخص الكلام كله اني اول ما الاقي did او didn't اي حاجة تبقى في المصدر من غير دي ولا ايه ولا في الماضي اجيبها في المضارع على طول بدون اي اضافات. اوكي طيب كمان من الحاجات المهمة قوي اللي احنا خدناها الكلمات بقى دي زي تعالوا نقراها مع بعض. scientist. scientist يعني عالم. لو قلت nuclear scientist عالم نووي اللي خدتها في الامتحان يا اياد. nuclear scientist عالم نووي. surgeon جراح. surgeon يعني جراح زي مجدي يعقوب كده. patron على فكرة الكلمات دي من اهم الكلمات انا بدي اكل عصارة. باترون اللي هو راعي او كفيل. سبورتس كوتش. سبورتس كوتش اللي هو مدرب الرياضه. جونيور. جونيور اللي هو الناشئ اللي هو لسه بيلعب جديد. سينيور اللي هو اوريدي خلاص لعب جمباز او مثلا جيمناستيك او جيمناست اللي هو الجمباز بس ايه خلاص اتطور بقى سينيور. كومبيتيشن منافسه او ايه منافسه او مسابقه. كومبيتيشن charity ودي برضه الكلمات جمعية خيرية. countryside اللي هو الريف. طب country لوحدها معناها دولة انما countryside الريف. emergency اللي هو الحالة الطوارئ. emergency. natural disaster كارثة طبيعية. natural معناها طبيعي. disaster كارثة. proud يعني فخور ودايما بنيجي وراه بيقول proud of. اقول مثلا my parents proud of me يعني ابويا وامي proud of me يعني فخورين بيا. proud of me. volunteer متطوع. volunteer. volunteer. brain مخ.
heart قلب lungs هو الرئتين cuts الجروح أما burns الحروق infection يعني عدوى أو إصابة infection أما infect الverb من اللي هو يصيب لما هو إياد infect me يعني إياد عديني ماشي يصيبني nursing manager اللي هو مدير التمريض طب كلية التمريض faculty of nursing faculty of nursing heroic hero اللي هو البطل heroic بطلي أو عالم حاجة بطولية مثلا تمام دي من الأهم الكلمات بتاعة unit 3 كده خلصنا ال 3 units بالكلمات المهمة دلوقتي بقى هنبتدي الحل يلا كلنا نفتح بيج وطبعا اللي معاه الكتاب المعاصر يشتغل معانا او اللي معهوش الكتاب يحاول ان هو يقرأ معانا الكلمات ويحل هجيب لكم الكتاب على على الشاشة دلوقتي open your book page 70 اول سؤال معانا في التشوز هنجاوب جمانة يلا the market is assured assured a from my house wall Short to walk, الآن silent. Short to walk يعني مسافة مشي قليلة جدا أو قصيرة من بيتي from my house. Number two, I don't have coffee before breakfast. Before is opposite of a. عكس كلمة before قبل عكسها كلمة after. Okay, فريدة. يلا number three. يلا read انت يا رضوى. You can see yourself in the mirror. Yes, وهي دي الكلمة اللي أنا قلت لكم عليها مهمة. You can see yourself, تقدر تشوف نفسك in the mirror, في المرآة. Number four, save. My friend is sending me. أرسل لي إيه بقى؟ Text. Yes, text message, يعني رسالة نصية. لما قلت إيه text my friend, يعني رسل أصدقائي. Number five, the word attractive, اللي إحنا لسه قايلينها. Attractive means, معنى إيه يا إياد؟ Beautiful. Attractive, جذاب, beautiful. Okay. عكسها ايه يا ولد؟ Terrible, فظيع. Terrible. طيب, number six, جمانة. Every bathroom, كل حمام, should have a, لازم يكون في ايه؟ Fasten, اللي هو الحوض. ودي قلناها من الكلمات المهمة. طيب, number seven, فريدة. Criminals, المجرمون. Must be sent to prison اللي هو السجن دي ما كتبناهاش ولكن مهمة برضو prison يعني السجن number 8 where does Shahana live where does Shahana في does يبقى في مصدر برافو يا رضوى live يبقى الفعل في المصدر عشان في does now say it number 9 your father got a computer yes he has يبقى has your father got فاكرين لما قلنا have got و has got يملك او عنده have got او has got مع المفرد يلا اياد number 10 على فكرة صوتكو عالي جدا number 10 students الطلاب go to school on holidays في الاجازات never برافو never go to school مش بيروحوا الاجازات ابدا بيروحوا المدرسة يعني في الاجازة طيب read back and correct يلا صحح الverb ده Number one, Jumana. Alex, walk to school. Walks. يمشي ليه مع Alex مفرد بنحط الفعل اس. يلا فريدة. We have get. We have got. يعني نحن نمتلك fish or chicken. فراخ أو سمك. Number three, يا رضوى. Doesn't live. طب نرى السنتنس طيب. شهانة. In the city, not live غلط تبقى doesn't طيب المضارع برافو المضارع بننفيه بdon't أو doesn't شهانة مفرد فقلنا doesn't live number four lean واحدة اسمها lean يا سين yes هي دي اللي لسه قايلينها على البورد usually works يعني عادة ال usually أو الكلمات الدالة هي اللي بتيجي الأول طيب هننتقل بقى لبيج 126 هنحل على unit 2 number 1 في التشوز Why is Kamal his food stall كشك الطعام بتاعه at this place هنقول ايه parking ليه بيركن كشك الطعام بتاعه هنا بيقول عشان this is the best place افضل مكان in the city في المدينة يلا يا فريدة calligraphers الخطاطين are the people are who are good at فين كويسين في الكاليغرافي اللي هو فن الخط نفسه
طيب يلا يا رضوى. Deaf people. Yes, deaf people. Can communicate. Communicate with other using. Yes, communicate with other. بيتواصلوا مع الآخرين. Sign. Using sign language. B. لغة الإشارة اللي إحنا لسه كنا كاتبينها على البورد دلوقتي. Number four, يا سيف. I am a cold, so I'll have a cup of hot tea. أنا دلوقتي I am a cold feeling. أنا أشعر بالبرد, so I will have a cup of tea. يلا إياد. أحمد is a fantastic. A. He prepares meals. بيعد الوجبات in a big restaurant. يبقى كوك. برافو. طيب number six جمانة. سامح is a hard worker. He works hard. دي صفة شاذة من اللي احنا لسه كاتبينهم, ان hard بتبقى hard, ما ينفعش نقول hardly. طيب number seven. فريدة. The cat is sitting in the sun. بتجلس في الشمس ايه؟ lazily, بكسالة. هنا وصفنا فعل, او وصفنا الفعل اللي هو يجلس, بتجلس ايه؟ بكسالة. يلا يا رضوى. number eight. This week الاسبوع ده. I hope it will be beautiful. اتمنى ان هي تبقى جميلة. يبقى هما بيعملوا ايه؟ They are painting. ليه؟ عشان الاسبوع ده بيدهنوا دلوقتي الاسبوع ده. طيب number nine سيف. We are very aid to our parents. لأبانا, عشان هما بيساعدونا. grateful يعني ممتن. اوكي يا سيف. يلا اياد. before exams. قبل الاكزامز بنعمل ايه؟ make sure يعني بنتأكد. دي ما قلتهاش ولكن مهمة جدا. make sure يعني يتأكد. طيب number one بقى في read and correct. I usually have. يعني بعد usually من الكلمات الدالة على present اللي هو يا فاضي يا اس. يلا يا فريدة. منال. Studies. عشان في every day, عشان في كل يوم. شطورة. طيب يلا يا رضوى. We are watching a film now. برافو. now من الكلمات الدالة على ال present continuous. ايه كمان من الكلمات الدالة؟ Now look, listen. At the moment, at the present, today, tonight. Okay. وكمان this week. طيب number three. احنا قلناها صح. number four بقى. سيف. What does Ahmed eat؟ عشان في do او does او did يبقى الفعل يبقى في الماضي. هنا بكمل انا الفيديو لاني الفون فصل ساعتها. number one page 182. number one. we are of being Egyptians. هنقول we are proud of, فخورين بكوننا مصريين. number two. which is made of gold and silver. ايه الشيء اللي مصنوع من الذهب والفضة. is very expensive. هيكون emergency, money, charity, jewelry. الإجابة هتكون jewelry اللي هو المجوهرات. number three. كريم is a in this hospital. في المستشفى دي. he works for no money. مين ده اللي بيشتغل من غير فلوس؟ volunteer. number letter A. volunteer, متطوع. number four. do you know the between no and no. do you know the difference اللي هي letter B. do you know the difference, هل تعرف الاختلاف between no and no. no اللي هي بالكي بمعنى يعرف, اما no طبعا كلنا عارفينها ان هي لا. number five. firefighters job, وظيفة رجال الاطفاء, is to people's lives from danger of fires. ايه وظيفتهم ايه للناس او حياة الناس من الخطر؟ ان هم save. letter A. يحمو. number six. do you know what I. قال له I'm sorry I don't understand. do you know what I mean. letter D. اخر واحدة. do you know what I mean, هل تعرف ماذا اقصد. number seven. Ali didn't to swim in the sea. Ali didn't a. أي قلنا didn't أو don't أو doesn't, بيجي وراهم الverb without any ad. هنختار letter B. use. number eight. the heart, القلب بيعمل ايه؟
pumps blood يضخ الدم around the body حول الجسم يبقى letter A pumps. Number 9 did he use to احنا قلنا did ويجي وراها فعل في المصدر use to بيجي وراها فعل في المصدر هيبقى من غير ما اعرف use to drive اللي هي اول واحده letter A هل هو اعتاد ان يسوق هذه العربيه او العربيه دي. Number 10 where you used to live اعتدت ان تعيش when you were young لما كنت صغير اول ما الاقي use to مع بعض ومن غير دي يعني من غير used يبقى لا اما في didn't لا اما في did فهنا في السؤال في did where did you used to. Number 1 في correct I go to primary school for 6 years اعتدت ان اروح او ان انا اذهب للمدارس الابتدائيه او مدرسه الابتدائيه لمده 6 سنين فهنقول هنا I used to go I used to go اعتدت ان اذهب. Number 2 why did Mrs. Karima محمد used to طالما قلت did في السؤال يبقى لازم ارجع الفعل لاصله هنقول use to من غير الدي. Number 3 سميرة موسى طبعا كلنا عارفينها خدنا المصطلح ده على بعض اسمه was born ولدت was born عشان هجيلكوا كتير قوي في التوز او كمان في read and correct was born مش is born معناها مبني للمجهول بمعنى ولدت سنة 1970. Where number 4 where your parents live when they were young هنقول هنا where did your parents live أين هم كانوا عايشين لما كنت صغير. وهنا بقى وصلنا لنهاية حلقتنا لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير والحاجات اللي انتوا بتسمعوها كتير ومش بتعملوا منها اي حاجة دي اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتكتبوا في الكومنت اي سؤال عايزين تستفسروا عنه انا برد على كل الكومنتس. كمان هيكون في فيديو خاص لوحده how to write a paragraph ازاي تكتب باراجراف وكمان ازاي تحل سؤال الدايلوج دول هيكونوا في فيديو خاص لوحده بحيث ان دي انا بحسها اكبر عقبة في الطلب لطلبة تاني اعدادي وتالت اعدادي بالاخص يعني فان شاء الله فيديو قريب جدا عن ازاي تكتب باراجراف وازاي تحل سؤال الدايلوج. دعواتكم معانا بقى وما تنسوش اللايك والشير عشان تاخدوا نفس الاجر والثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.